ويستضيف مسرح الدانا يوم غدا الجمعة حفلا للموسيقار العالمي أندري ريو وأوركسترا يوهان شترولز في فعالية اعتبرها مسرح الدانا ليلة من الخيال إلى جانب عدد من كبار الأسماء وأشهرها في صناعة الموسيقى والفن وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحيي فيها الموسيقار العالمي حفله بمملكة البحرين بعد عرضه الذي أقيم في فبراير من العام الماضي ويعد أندري ريو واحدا من أشهر الموسيقيين الكلاسيكيين في العالم، والذي عرف بنهجه الفريد والمثير للأداء والعزف، وينسب إليه جعل الموسيقى الأوركسترالية أكثر إمكانية للوصول وجلبها إلى جمهور أوسع. وطاف الموسيقار أندري ريو وأوركسترا يوهان الخاصة به حول العالم لثلاثة عقود.